بيكم في فيديو جديد ودرس جديد. أنا عفاف عادل ودي قناتي فرنساوي على الرأي. كنا بدأنا مع بعض سلسلة دروس كورس فرنساوي من الصفر، وخدنا مع بعض كم حرف كده في البداية، ودخلنا دلوقتي في ليفل 2. فهنكمل النهاردة أول درس في الليفل اللي احنا الجديد اللي احنا هندخل فيه مع بعض. فيلا بينا نكمل مع درس جديد وحرف جديد، وهندخل بأسلوب جديد في ازاي تتعلم تقرأ. فقبل ما ندخل في فيديو، ياريت تعملي لايك وتعملي سبسكرايب لو انت لسه بتتفرج عليا وانت مش مشترك. ويلا بينا. اهلا بيكم مرة تانية في قناتي. بقدم سلسلة دروس مختلفة، منها اللي تمس او منها اللي تهم مستويات متقدمة، ومنها اللي تهم مستويات مبتدئة من الصفر. طيب، فيديو النهاردة تبع سلسلة دروس فرنساوي من الصفر. في السلسلة دي بقدم سلسلة دروس لكل المبتدئين في تعلم اللغة الفرنسية من الصفر، واللي مهتمين او اللي بيحبوا يتعلموا اللغة الفرنسية وبيحبوا اللغة. مع بعض في كل درس بنتعلم فيه حرف جديد، نطق الحرف ده بشكل صحيح، نطقه بيبقى ازاي في مقطع الكلمة، وحنتعلم كمان كلمة جديدة. يعني في كل درس معايا هتتعلم حرف جديد نطقه بشكل صحيح وكلمة جديدة. خدنا مع بعض قبل كده، بدأنا من البداية خالص، من بداية الحروف من الأول خالص. خدنا ل A B C D E، والنهاردة هناخد الحرف اللي في الترتيب هو حرف الاف. طيب، دلوقتي كل حرف له كونسون، كل حرف يا اما يكون كونسون يا اما يكون فوايل. طيب احنا خدنا الفوايل كلهم في فيديو واحد، شرحناهم كويس قوي. الفوايل اللي هم كلنا عارفينهم هم 6 وفي حالات 7. الفوايل اللي هم A E I U O Y، وساعات بنقول على ال H ستان فوايل. وانا شرحت في الفيديو بتاعي ليه بنقول على ال H ستان فوايل، دي حالات استثنائية. تمام. طيب لو انت عايز تتفرج على شرح الفوايل بشكل مفصل، ممكن ترجع للدرس، ممكن اسيب لك لينك في ديسكريبشن بوكس، وتلاقي تدخل على فيديو وتشوف شرح الفوايل كلهم في فيديو واحد ودرس واحد. طيب بالنسبة لحرف الـ U، كان برضو اخد حقه، خد درسين، عشان حرف الـ U بيبقى بيتنطق بكذا حالة. عندنا الـ U accent aigu، U accent grave، وفعلا كان محتاج شرح طويل. كمان حرف السي برضو خد تقريبا فيديوهين او ثلاثة، لان السي ممكن يتنطق بثلاث حالات. تمام. فانصحك لو انت مهتم ان انت تتعلم فرنساوي من الصفر، ان انت ترجع للفيديوهات دي عشان تقدر تكمل معا. طيب aujourd'hui nous allons apprendre les syllabes avec la lettre F. طيب اللي هنتعلمه جديد النهاردة هو حرف الاف. تمام. وقلنا ان حرف الاف ما يختلفش نطقه كتير في الانجليش عن الانجليش. طيب بس اللي هنتعلمه جديد النهاردة انه هنتعلم الحرف avec des syllabes. يعني ايه des syllabes؟ يعني مقطع من الكلمة. طيب مقطع من الكلمة، السيلاب هو أصغر مقطع في الكلمة. كلمة عبارة عن حروف، فويل avec des consonnes. تمام. الفويل مع consonne ممكن يعمل لي مقطع، ممكن يعمل لي un syllabe. هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي ممكن نقطع كلمة او نقسمها الى des syllabes. طيب قبل ما نبتدي شرح على البورد، عايزين بس في نص ثانية مع بعض نفتكر او نركز في حاجات مهمة عشان نعرف نكمل الشرح كده واحنا مركزين. طيب كونسون يعني حرف ساكن، فويل يعني حرف متحرك، سيلاب يعني مقطع من الكلمة، مقطع من أو أصغر مقطع في الكلمة اسمه سيلاب. تمام. السيلاب بيتكون بكونسون مع فويل، كده أنا كونت أن سيلاب. طيب تمام. نفتكر مع بعض إن إحنا اتفقنا قبل كده إنه الكلمة ما بتتكونش غير بدي كونسون افيك دي فويل وهكذا عشان يديني كلمة، انما كونسون لوحده عمره ما يقدر يكون لي كلمة وعمره ما يقدر يكون لي سيلاب.
لا كلمة ولا أصغر مقطع من الكلمة. كونسون لوحده ما يقدرش يعمل أي حاجة، لازم أحط جنبيه أن فويال عشان الكونسون الساكن يتحرك عشان يديني مقطع من الكلمة، وهكذا. طيب هنبدأ دلوقتي مع بعض. مع الفويال اف هندخل على طول في الشرح. الفويال اف نبدأ مع أول سوري الكونسون اف نبدأ مع أول فويال سيلو أ. طيب اف مع أ، اف لوحده بيديني لو صون ف. طيب اف افيك أ سادون فا فا. طيب هتفق معاكو ان احنا دلوقتي او من الفيديو ده او من الدرس ده هنمشي بميثود سيلابيك، يعني هنتعلم ازاي هتقدر تقطع كلمة لوحدك، سواء انت بتعمل ديكتي املا او انت بتقرا لوحدك هتعرف ازاي تقطع الكلمة عشان تعرف تقراها. عشان نقطع الكلمة هنعمل ايه مع بعض؟ خطوات مهمة. هنجيب الكلمة قدامنا، اوكي، هنجيب الكلمة قدامنا اللي احنا بنقراها، هشوف فيها كم فويل، اطلع الفويل من الكلمة، اشوف هما كم بيان دو لاتر، مش مهم كم بيان دو لاتر، المهم لما اعرف كم بيان دو لاتر اعرف اطلع لاتر فويل من الكلمة دي. وانس حددت خلاص لفويل دو مو، خلاص هنا اقدر اقطع السيلاب دو مو، تمام. وبعدين هقرا الكلمه بالعكس، هجيبها من اخر الكلمه لاول الكلمه، مش هقراها بالعكس بس هشوف الترتيب من اليمين للشمال مش من الشمال لليمين. هجيب اخر الكلمه، اخر الكلمه لو خلص بفويل يبقى فويل كونسون كذا مقطع. السيلاب ما يقدرش يتكون باكتر من فويل كونسون الا لو الكلمة ما فيهاش غير ان فويل ان كونسون بس، انما لو الكلمة فيها كذا حرف احدد السيلاب ان هو فويل كونسون، خلاص كده ان سيلاب. اجي كونتينيو اكمل بقية الكلمة، فويل كونسون جو كوب، فويل كونسون جو كوب، لحد ما اوصل لاول الكلمة اجيب بداية الكلمة، ما يهمنيش بقى بداية الكلمة ده عامل ازاي، خلاص ما اقدرش اقطع اكتر من كده في حالات معينه. هنشوف دلوقتي مع كل الامثله دي مقدمه بسيطه عشان نعرف نكمل ونفهم بعض. مع الامثله اللي جايه دلوقتي مع كل فويل مع حرف الاف الموضوع هيبقى سهل وبسيط مع بعض. طيب يلا بينا مع الفويل ا. طيب اف ا قلنا سادون فا، تعالوا نشوف كلمه مثلا كلمه فك تور. فاك تور هكتب لكم كلمة دلوقتي قدامنا عشان نبدأ ندرس كده الكلمة ونقطعها ونشوف هنقطعها ازاي وصون لفويل وصون لسيلاب كده يعني. طيب فاك تور، فاك تور يعني فاتورة. طيب عندي كم بيان دو لاتر؟ 1 2 3 4 5 6 7 عندي 7 حروف، تمام. طيب 7 حروف، خلاص انا كتبت الكلمة قدامي كده، قلت ان انا همسكها من الاخر من اليمين للشمال، قلت هعمل ايه؟ هطلع لفويل، لفويل ابدا اطلعهم من اليمين، اوكي. عندي اهو لو او، بعد كده ار، اهو امسك اول سيلاب او ار سيلاب، بعد كده يو تي دوزيام دوزيام فويل، اهو سي لو يو، كده انا عرفت اطلع دوزيام فويل، يبقى انا كده عرفت اطلع دوزيام سيلاب يو تي سيلاب اقطع. بعد كده وصلت لأول الكلمة كونسون فويل كونسون، خلاص ما يهمنيش بداية الكلمة عامل ازاي، ما اقدرش اقطعها اكتر من كده. يبقى انا هنا عندي 3 سيلاب فاكتور فاكتور، تمام. عندي كم بيان دو فويل؟ 1 2 3. يبقى انا عندي 3 سيلاب لان انا عندي 3 فويل، تمام. ده اول مثال. تعال نشوف مع بعض مثال تاني. عندي كلمة فامي، فامي يعني فاميلي يعني عيلة، فامي. طيب تعالوا نشوف كلمة قدامنا اهي، قلنا اول حاجة هنعملها هطلع لفويل، وطلعهم ازاي؟ طلعهم من اخر الكلمة، يلا بينا. اخر الكلمة ايه هو لفويل من اخر الكلمة؟ اهو سي لو او، طلعت لو او،
اخد جنب اخد على طول اللي كونسون اللي جنبي على طول اي جو كوب كده 60 سيلاب. يبقى اول مقطع في الكلمه سي لو او ال سي تو بس كده او ال سا 60 سيلاب كده خلاص. اكمل عندي ال كونسون فويل كونسون جو كوب في دوزيام فويل سي لو اي دو ام اي تمام. يبقى انا لقيت كونسون سوري لقيت فويل اخد لو كونسون اللي جنبي اي جو كوب وخلاص كده تمام. يبقى انا دوزيام سيلاب سي لو ام اي ال ام اي ال سي لو دوزيام سيلاب. طيب اخد بقى اكمل بقيه الكلمه عندي فويل اهو سي لو ا جنبي كونسون وكده خلاص اخر مقطع في الكلمه تمام. يبقى فويل كونسون جو كوب فويل كونسون جو كوب فويل كونسون جو كوب فا مي ي فامي تمام. طيب اعتقد ان الموضوع ان شاء الله سهل وبسيط. احنا شفنا دلوقتي فامي شفنا فاكتور تعالوا نكمل مع بعض بقيه الفويل. تعالوا نشوف مع بعض دوزيام فويل سي لو او مع لا لتر اف. طيب اف avec e ça donne feu feu. طيب تعالوا نشوف دلوقتي لي مو ونشوف نمارس مع بعض اكتر وموضوع بتاع لي سيلاب هيوضح اكتر. طيب تعالوا نشوف كلمة فنتر فنتر فيها اف او تمام فنتر. اكتب لكم كلمة قدامكم يلا احنا اتفقنا ان احنا هنطلع اول خطوة اطلع لي فويل دو مو وبعدين اول ما اعرف هما فين اخد الكلمة من اليمين للشمال وابدأ اطلع. اول ما الاقي فويل اخد لو كونسون اللي جنبي على طول اي جو كوب كده انا خدت سيلاب. يلا بينا يلا قلنا كلمة فنتر كلمة قدامي اهو اطلع لسيلاب دو مو من الاخر عندي لو او في اخر الكلمة فويل لو او اكسون سيركونفلكس عندي ان اوتر او يبقى الكلمة فيها 3 فويل يبقى انا عندي المفروض 3 سيلاب. تعالوا نشوف مع بعض قلنا لو او انا بقرا من اليمين اوكي لو او ار تي جو كوب او ان جو كوب او اف جو كوب تمام. يبقى فو نتر فو نتر ما اقدرش اقطع اكتر من كده ما بين لو 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 ار اي لو تي. السيلاب ممكن يتكون من دو كونسون اي فويل او ان سول كونسون اي فويل انما ما يقدرش يتكون باقل من كده او اكتر من كده. مفيش مشكله لو عندي دو كونسون وعندي بعديها فويل مفيش مشكله. زي هنا لو سيلاب تي ار او تي ار او مفيش مشكله بس انا خدت اللي بعدي او ان تمام. طيب تعالوا نشوف عندي المو هنا عندي ف ف اف او يو. طيب كومبيان دو سيلاب هنا الكلمه ما تقطعش خالص هي صوت واحد ف هي عباره اصلا الكلمه عباره عن 3 ثلاث حروف دو فويال ان سول سيلاب اقطعها زي اكتر من كده لو مثلا طيب عندي مثلا لو قلنا فويال كونسون جو كوب هي اصلا مقطع واحد اسيب اخد مثلا لو او اف واسيب لو او سا دون اوكان سونس ما مش هتدي اي معنى ولا هتدي اي استفاده. يبقى انا اخد ف على بعض كده مقطع واحد تمام. طيب تعالوا نشوف بعد كده لو فويل اي تعالوا نشوف مع بعض لو فويل اي لو اف افيك لو اي سا دون في. طيب تعالوا نشوف مثلا كلمه فيلم فيلم عندي مثلا الكلمة اهي قدامي يلا بينا كومبيان دو لاتر 1 2 3 4 5 5 لاتر اول خطوة وصون لي فويل اطلع لي فويل من اخر الكلمة عندي اخر فويل سي لو او بعديه لو ام الوغ جو كوب كده اهو اول سيلاب
بعد كده عندي انسيلاب ال، بعد كده فويل، بعد كده سيلاب كده باردون، عندي لو ال بعد كده فويل بعد كده كونسون. تمام، كونسون فويل كونسون جو كوب، لان ده اول مقطع في الكلمه اخده زي ما هو فيل م. تمام، يبقى انا هنا عندي دو فويل الوغ دو سيلاب. تعالوا نشوف ان اوتر اكزامبل افيك لو مو، لو مو كونفيتور. كونفيتور، الوغ لو كونفيتور كلمه طويله شويه بس ما تلاقوش، بسيطه وحلوه وسهله خالص. طيب ركزوا معايا في الكلمه كونفيتور، تعالوا نجيب الكلمه من اليمين، فويل كونسون جو كوب، فويل كونسون جو كوب، فويل كونسون جو كوب، وصلنا لاول الكلمه. سهله جدا، تتخضوش لما تشوفوا كلمه كبيره، اوعوا تتخضوا، الموضوع بسيط جدا، نركز بس. وانس طلعت لو فويل خلاص بقيت الكلمه كلها سهله. خلاص بعد ما طلعت الفويل وعرفت تقسيمه الكلمه ابدا اقرا كون في تو غ، بسيطة وسهلة بس لازم أكون عارفة كويس قوي للفويل. تمام، سواء أنت بتقرأ سواء بتكتب انديكتي لازم تكون عارف للفويل كويس قوي. طيب نشوف مع بعض دلوقتي للفويل O avec la lettre F. alors le F avec O ça donne FO FO. طيب تعالوا نشوف الكلمات، عندي كلمة forme forme. طيب كلمة فيها combien de lettres؟ 1 2 3 4 5، فيها خمس حروف. تمام، يعني انت لو بتعلم القراية مفروض تتبع الخطوات دي، اشوف الكلمة عندي كم حرف، خمس حروف، اطلع لفويل وصون لفويل، عندي لو او في اخر الكلمة اي لو او ابخي لو اف. تمام، طيب هعمل ازاي؟ اجي بقى من اخر الكلمة voyelle consonne je coupe consonne voyelle consonne je coupe، ما يتقطعش اكتر من كده، يبقى consonne sorry voyelle consonne me، بعد كده اول مقطع for، يبقى forme او forme. تمام، طيب تعالوا نشوف مع بعض كلمة تانية فوري فوري. طيب عندي combien de lettres؟ 1 2 3 4 5 5 lettres. فوري où sont les voyelles؟ عندي F O ça c'est un voyelle، بعد كده عندي R E accent circonflexe ça c'est un autre voyelle. طيب ازاي ممكن اقطع الكلمه هنا؟ عندي T E R اهو voyelle consonne je coupe voyelle consonne je coupe. طيب le e et le r je coupe le o et le f je coupe. يبقى مقاطع الكلمه هنا لي سيلاب عندي فو بروميير سيلاب ري دوزيام سيلاب فو ري فو ري. تمام، فورم فورم. تمام كده. طيب تعالوا نشوف الدرني فويل معانا، سي لو فويل U. طيب لو فويل U avec la lettre F ça donne fu fu. طيب تعالوا نشوف كلمة fu زي fu زي. طيب combien de lettres؟ 1 2 3 4 5 où sont les voyelles؟ E E accent aigu، بعد كده عندي لو U، عندي 3 voyelle 3 voyelle اخرهم اتنين ورا بعض نكرر. طيب voyelle voyelle consonne je coupe voyelle consonne je coupe. تمام، يبقى fu اول مقطع زي تاني مقطع. تمام، fu زي دو voyelle دو consonne. تمام، تعالوا نشوف كلمة تانية، عندي كلمة future 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 combien de lettres؟ 1 2 3 4 5 6. تمام، combien de voyelles؟ عندي r e
le e voyelle, le u voyelle, deuxième u voyelle. كده عندي 3 voyelles, عندي 3 syllabes. تمام. F U syllabe, T U syllabe, R E syllabe, futur, futur. تمام. طيب دلوقتي أعتقد إن الموضوع الميتال سيلابيك أوضح شوية. مطلوب منك عشان بس تعرف تقرأ كلمة صح, تطلع تقسم كلمة كده قدامك, وصون لفايل أعمل قدامهم علامة كده, ده لو أنت مبتدئ في القراية. أدور على الفويل, خلاص حددت الفويل, عندي مثلا by example عندي ال أو في الكلمة, عندي ال U, عندي ال O, أيا كان الفويل في الكلمة لازم أحددهم وأطلعهم كويس قدامي وأحط قدامهم كده علامة. أول ما أطلع الفويل أبص على الكونسون اللي قبلي وكده بقى أول مقطع عندي. تمام. ده اللي احنا عملناه مع بعض في كل كلمة جديدة خدناها مع بعض. تمام. الموضوع محتاج ممارسة, لازم تقروا كتير, عشان كده القراية مهمة. طول ما انتوا بتقروا الموضوع هيبقى بسيط جدا بالنسبة لكم, هتلاقوا مع نفسكم في الأول, هتلاقوا نفسكم بتقسموا الكلمة عشان تعرفوا تقروها صح, بعد كده الموضوع هيبقى اوتوماتيك كده سهل وسلس وبسيط خالص ان شاء الله. طيب انا هديكم واجب صغير, في الواجب ده انا هخليكم بس تقولوا لي كومبيان دو سيلاب في الكلمه. هديكم مثلا كلمه فاكتور, فاكتور كلمه مكتوبه عندكم وهتلاقوها في ديسكريبشن بوكس. تمام. مطلوب منك تقول لي كومبيان دو سيلاب دو مو فاكتور. تمام, بس كده. هديكم مثلا كلمه تانية, كلمة تانية زي مثلا كلمة في, في كلمة مكتوبة قدامك ومكتوبة في description box. كلمة في combien de syllabes في كلمة في. تمام. بس ده واجب, اكتب لي حل الواجب في الـ في الكومنتس. عايزة حل الواجب في الكومنتس بالنسبة combien de syllabes في كلمة facteur وكلمة في. وعايزة أعرف كمان كل الناس اللي مشتركة معايا في الجروب بتاع الواتساب, ممكن كمان برضو تتمارسوا معايا أكتر تقسيمة اللمو, تقسيمة لسيلاب, وتبعتولي برضو حل الواجب. بس كده احنا خلصنا فيديو النهاردة مع شرح حرف الاف. كان فيديو بسيط وحرف بسيط مفيهوش أي صعوبة خالص, زي ما هو بيتنطق مع الفايل اللي بعديه. بس كده اكتبولي في الكومنتات ايه رأيكم في الكلمات الجديدة, وايه اكتر كلمة فيها حرف الاف بتستخدموها كتير في حياتكم اليومية. بس كده اشوفكم الفيديو الجاي, مرسي جدا. متنسوش تعملوا لايك, متنسوش تعملوا سبسكرايب. اشوفكم المرة الجاية. ايه على فخشن.